السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم إكمال لمحاضرة الهيدرولوجي ريسبونس أناليسيس الخاص بالتحليل الهيدرولوجي أو وحدات الاستجابة الهيدرولوجية لمنطقة الدراسة اللي تتضمن أنشئة. إحنا هسه قبل كانوا ذني الاثنين غير مفعلات، بعد ما كملنا الخطوة الأولى اللي هي خاصة باللانجوز والسويل والسلوب ديفينيشن تفعلن دول الخطوات. نروح على الخطوة الثانية اللي هيدرولوجيك ريسبونس يونت ديفينيشن، راح اعرفها شو اقصد بها. هاي اول شيء راح يعطيك اياه هنا، يعطيك انه يخص على طبقه انت مو اشتغلت لاند يوز واشتغلت سويل وسلوب. ايش يقول لك هنا؟ يقول لك هل ايش قد النسبه اللي تريد احذف لك اياها من السب بيزن، من الاوفر بيزن اريا، من الاحواض الفرعيه الخاصه بك. يعني شنو؟ يعني مثلا انت عندك نسبه لاند يوز، خلي نوضحها حتى تكون واضحه. مثلا هسه نخفض هذا، مثلا انا هسه اليوم اريد اروح ادخل على حتى تكون واضحه، انا هسه عندي مثلا سلوب منين يبدي؟ من الصفر الى 2.8، من 2.8 الى 7 وهكذا. عندي الاريا، عندي هنا النسب ايش قد نسبه الاريا مالتهم، وكذلك عندي للووتر شيد لما سوينا لهم. إذا تذكرون من المحاضرة السابقة من سمينا الأسماء كان كل من يعطي نسبة الأريا مالته. فهنا هذا التعريف بالهيدرولوجيك ريسبونس يونت ديفينيشن البارت الثاني ضمن يعني الاستجابة الهيدرولوجية، يقول لك إنه أنا مثلا لللاند يوز إيش قد نسبة بيرسنت تريدني أحذفها إلك. يعني إذا كانت نسبة الأريا أقل مثلا من 10% تريدني أحذفها إلك، لو تبقيها صفر يعني اللي صفر ما احسبها، بس اي قيمه فوق الصفر اخذ لي اياها. يعني وكانه احسب لي كل اللاند يوز لاند كفر الموجود بمنطقه الدراسه حسب هذا يحدده. طبعا اكيد مناقشتك مع 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 مشرفك او مع الباحث الاخر او مع حسب انت متطلبات دراستك. فمثلا انت تقول مثلا باللاند يوز انا اريد حد 5% المناطق اللي بيها لاند يوز 5% واقل اهمل لي اياها لا تحسبها. تقول له مثلا للسويل داتا ايضا ايش قد نسبه البرسنتج اللي تريد انه يحذف لك اياها وما يدخلها بالحسابات. اذا تريد كل المنطقه تدخل تخليها 0%، اذا تريد تستثني مثلا الى حد مثلا 10%. كذلك السلوب ايش قد تريد، هو هذا معناه، او تريد تبقيها كلهن على صفر. يعني شنو معناها من تبقي صفر؟ معناها تقول له انه انا احسب لي اياهن كلهن لا تحمل لي، وكانه كل منطقه الدراسه سوي لي او جري لي لها حسابات. فمن تقول له صفر بعدين انت حسب. طبعا نرجع نقول انه هاي الخيارات مال البيرسنتج من الاريا حسب الدراسه، معايير الدراسه اللي انت تحتاجها تحددها ايش قد تحذف وايش قد تختصر، ايش قد تريد تلغي او لا تلغي. يعني فتشي يكون راجع حسب الاكيورنسي وحسب معيار الدراسه اللي انت راح تدرسه باستخدام او تستخدم به هذا البرنامج. بعد ذلك تقول له بعد ما انت تحدد النسب الخاصه باللاند يوز وبالسويل برسنتج او بالسلوب، تقول له كرييتد الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، تنطي هذا الخيار. مجرد راح ياخذ وقت بسيط حتى انه يتمم لك اياه. هاي هي تمت، دا يحسب لك جوا 3% 6% اذا تكون واضحه لكم شويه هنا بسبب التصوير السكرين الخاص بالشاشه حتى انه يصورها. فمجرد ما يكمل هذا الرقم فهو هذا التعريف الثاني للهيدرولوجيك ريسبونس يونت اللي هو يتضمن الديفينيشن التعريف. فتلاحظ هنا مجرد انه دا يكمل هسه اكتمل الكومبليتد، دا يقول لك كومبليت الهيدرولوجيك ريسبونس يونت ديفينيشن. بعد ما يقول لك هاي العبارة تقول له اوكي، تنتقل على الخطوة الأخيرة اللي هي الهيدرولوجيك ريسبونس يونت أناليسيس ريبورت، راح يعطيك تقرير كامل. بينطيك خيارين، شو تريد أنت الريبورت؟ اللاند يوز سويل سلوب ديفينيشن لو الفاينل. فهسه إذا اختارين الأول، هو بكل الأحوال تقدر تختار أنت أي اللي يناسبك. تختار مثلا هسه احنا اختارين نريد التقرير الأول،
خلي نفتحها، تقدر تسحب وتسوي له اكسبورت تصدير على شكل تكست على شكل اكسل كيفك. فبدا يعطيك هنا يقول لك الووتر شيب نمبر اوف سب بيزن، عندك عدد الـ هذا البيزنات الفرعيه 29 سب بيزن، الاريا بالهكتار ايش قد، دا ينطيك اياها تفاصيل كامله. يرجع على اللاند يوز، اللاند يوز هاي الاريا المقسمه بها، تمام عيني. فهسه دا ينطيك هنا هاي النسب انه الووتر وشنو رمزه بالكود ككود بسوات، وكل نوع اللي انت مصنفه الاريا مالتهم، وكذلك يحولها بالاكرز وبالهكتار ونسبه الاريا البيرسنت اوف اريا. هسه لاحظ هنا عندي نسبه اريا 2%، هنا 1%، هنا 1.8، هنا 12%، هنا 2%، هنا 30 وهنا 53%. نرجع ايضا اللاند يوز لاند كفر، راح يعطيك الاسماء اللي خاصه بهم ويعني الكود اللي بسوات خاص بهم، بعدين ينطيك الاريا بالهكتار والاريا بالاكرز، وكذلك نسب هذه نسجة التربه او السويل تكستشر، ويكمل لك الـ هذا الدور يجي هاي بصوره عامه كله. الدور يجي عليه من على السب بيزن، كم سب بيزن انت عندك؟ 29 سب بيزن. فهسه هذا يا سب بيزن الثاني، السب بيزن رقم 2، هل قد مساحته كهكر وهل قد كاكرز، وهاي نسبة الاريا مالته. يجي يفصل لك اللاند يوز، يعني لكل سب بيزن راح يفصل لك اللاند يوز والسويل والسلوب، ويقول لك المساحات لكل واحد اكرز وهكتار، وكذلك يعطيك نسبة الاريا مالته. فيمشي على 29 سب بيزن. تلاحظ هسه هنا ننزل هذا السب بيزن الرابع، يعني منطقة دراستي كانت بيها 29 سب بيزن، حسب انت كم سب بيزن موجود. هسه راح يشرح لي 29 سب بيزن، هذا اخر واحد اللي هو رقم 29، هو هذا الريبورت. تقدر تصدره من هنا، تسوي له فايل وتسوي له اكسبورت، تسيفه مثلا بسطح المكتب او باي مكان انت تحتاجه ضمن الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، تقدر تسيفه مباشره. بعدين طبعا خلي نسيف الخطوات، تقدر تختار الفاينل ريبورت هيدرولوجيك ريسبونس يونت، ايضا تقدر تختاره من هنايا. مجرد انه راح يعطيك الكود مال سوات، ويعطيك امتى تم هذا العمل اللي انت سويته، وايضا يعطيك نفس التقرير، يعيد لك نفس الخطوات، فقط هنا يعطيك السيميليشن داتا، يعطيك اياه بشكل فاينل انه شو استخدمنا وش راح يتضمن لك التقرير، لاند يوز وسويل وسلوب ديفينيشن. يعطيك هنا النمبر ايش قد هنا طلع لك هيدرولوجيك ريسبونس يونت، هنا يعني اللي حسب اللي هنا احنا لفدنا طلع 1888 هيدرولوجيك ريسبونس يونت، وعدد البيسنات الفرعيه، عدد الاحواض الفرعيه اللي ترتبط مع الحوض الرئيسي 29 سب بيزن. شنو معناها؟ هذا هو الاحواض الفرعيه، هاي اللي لاحظ هنا هاي الاحواض الفرعيه. هسه اذا احنا نريد نقول له اوكي، العفو، هسه اذا احنا نريد نقول سيف سوات بروجكت الخطوات اللي سويناها بعد هذا حتى ما تروح. اذا نروح هسه احنا مثلا مجرد فشي مبدئي نلغي انه مثلا السويل بس حتى نبين الصب بيزن مثلا، ونلغي السلوب مثلا بس مجرد، ونلغي سوات لاند يوز لاند كفر، ونلغي السوات كود مجرد حتى انه اشوفكم الصب بيزن، وهاي نلغيها هاي الصب بيزن. تلاحظ احنا هذا باللون الاحمر المنطقة الكلية تمثل لي البيزن، هذول اللي باللون البنفسجي التفرعات الجانبية الداخلية هاي الاحواض الفرعية، هاي تسمى الصب بيزن. فعرفت ان كان 29 فهو يعطيك تفصيل تام لهذه الصب بيزن. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله محاضرة واضحة. اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا ان شاء الله نجاوبكم عليه. نلتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بامان الله وحفظه.